إلا غدت فوق خدي تسير. أبيك تتصور شنو الموت، شنو حقيقة الموت. ما حد راح يوصف لك الموت، تدري ليش؟ لأن من مات ما راح يطلع من قبره ويقول لك شو اللي صار. لن يصف أحد من الناس لك الموت. طيب شلون نعرف الموت شلون صاير؟ عندنا القرآن، عندنا السنة الصحيحة، عندنا الدين يبين لك شلون الإنسان تخرج روحه من جسمه. تبدأ من الرجلين، تبرد الرجلان وتحس بهما أن الروح بدأت تنزع. إذا كنت مؤمن صالح من أهل الصلاة والقيام والقرآن والذكر والعبادة، تخرج الروح كقطرة تسيل من في السقاء. شفت الإناء لما تنزل القطرة سهولة، صح؟ طيب إذا كنت من الناس الغافلين، لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة، ما همك إلا الزنا والفجور والخمر والمعاصي، شلون تخرج الروح؟ تنزع نزعا، الملك يسحبها وهي تتفرج، الملك يسحبها وهي تتشبث لأن خايفة. فإذا سحبت يتقطع منها المفاصل، كل مفصل يتألم في الجسد، والنازعات غرقا، تغرق في الجسد وينزعها الملك، مثل شوك، مثل حديد فيه شوك وفيه صوف، وهذا الصوف يجر جرا. تخيل يا عبد الله كيف سوف نخرج من هذه الدنيا. العلم عند الله. متى راح نموت؟ بس أنا ماني جاهز، بس أنا أخاف. حتى لو خفت، الموت ما يعرف صغير وكبير. يقرون الجرائد، يوم عمره 80 سنة ويوم واحد عمره 15 سنة، يوم طفل ويوم كبير، يوم مريض يموت ويوم صاحي ما في أي مرض، يموت فجأة، يموت سكته. كم من واحد يزور مريضا يصبره ويطمئنه، لا إن شاء الله، الله بيشافيك وإن شاء الله تقوم بالسلامة، يموت الزائر ويبقى المريض. كم وكم؟ هل كل الناس مستعدون؟ لا والله، كثير من الناس اليوم غير مستعدين، ما يتفاجأ يفتح عينه إلا يشوف ملك الموت عند رأسه. من أنت؟ يفزع يخاف، يقول أنا ملك الموت، يقول أمهلني ثواني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، ربي عطني فرصة، بس دقيقة. ايش تبي بالدقيقة؟ دقيقة أصلي ما صليت، دقيقة أغتسل من جنابة ما اغتسلت، صار لي أشهر ما يصلي، الدقيقة أتوب من الذنوب والمعاصي، الدقيقة أروح أرجع للناس أماناتهم، أبي دقيقة بس. رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لحين مو متأكد، يمكن أعمل صالح. شوف الحماقة حتى عند الموت، إيه يمكن أرجع وأصلي، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة، يعني كذاب، قالها كثير في الدنيا. أصيب بمرض قال يا رب إذا شافيتني أرجع، كذاب. أصيب بحادث قال يا رب إذا نجيتني أتوب، كذاب. أصيب بمشكلة قال يا رب إذا كشفتها أرجع، كذاب. كلمة هو قائلها طول عمره يقولها. ونفس الشيء في الموت، إذا رأى بأم عينيه ملك الموت، وإذا حس بأطراف قدميه يخرج الروح منهما، وإذا أحس بالبرودة، وإذا نظر إلى من حوله. بالله عليك، كل من تحبهم يمكن يكونون حولك في المستشفى أو في البيت، يبكي الأطفال، ينطرحون عليك، يقولون يا أبتاه لمن تتركنا، تقول الزوجة يا أبا فلان، يا أبا فلان لمن تخلفنا، من يطعمنا ويسقينا، من يفعل ويفعل، يا فلان لمن تتركنا. تخيل الأم وقد دمعت عيناها رأفت لحالك، تخيل يا عبد الله لو أنك على هذه الحال، وأبوك جاء بالطبيب، وجاء الطبيب وأنت تعلم أنه لا فائدة. كلا إذا بلغت التراقي، الروح واصلة هنا ترقوة، آخر شيء تطلع الروح منها العين، آخر شيء. أبيك تتصور هذا المنظر، قاعد يشوف. ليش العين؟ عشان يشوف كل شيء، أول شيء الرجل وآخر شيء العين، عشان ما يفوت شيء من المشهد، مشهد البكاء، مشهد العويل، مشهد الصياح، مشهد الحب. أحبب من شئت فإنك مفارقه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من، وقيل من راق، من يداويه، لكن وظن أنه الفراق، هو يعلم أنه سيفارق. يفارق من؟ العشيقات. فارق من؟ الكؤوس. يفارق ماذا؟ يفارق حبيباته. يفارق ماذا؟ الأثاث، البيت، القصر،
يفارق الأرصدة اللي جمعها من حرام، الأموال الربوية، يتمنى أن لو رجع إلى الدنيا والله لا يأخذ فلس من الربا، والله لا ينظر إلى امرأة بالحرام، لكن وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، كف فجمعت الساقان وحمل على الأكتاف، فيصيح يا ويلها أين تذهبون بها، إلى ربك يومئذ المساق. شو المصيبة؟ فلا صدق ولا صلى، لا صلاة ولا دين ولا عبادة. شوف صحابي من الناس الذين يعني الله عز وجل يعني كتب لهم الأفضلية والخيرية، معاذ بن جبل تدرون شو يقول قبل الموت؟ يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى يوم القيامة، أعوذ بالله من ليلة الآن أبيتها، الآن أدخل القبر لن أخرج منه إلا إلى يوم القيامة. شنو يصير داخل القبر؟ ماذا يحصل إذا حملت على الأكتاف؟ شفت المقبرة اللي ندخلها كل يوم، نزور الجنائز، نتبع جنازة فلان وفلان والناس تضحك، ومنهم من يتكلم عن البورصة والأسهم والفلوس في المقبرة، ومنهم من لا يبالي قاعدين يدفنون الميت وقاعد يضحكون وراه، لأن القلوب قست. لو تعرف إيش قاعد يصير في هذه القبور، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. هؤلاء كلهم بدأت قيامتهم، هؤلاء كلهم الآن شافوا مصيرهم إما في الجنة وإما في النار. انظر إلى يعني الصالحين كيف ماتوا والفجار كيف ماتوا. كم من إنسان مات على مع عاهرة، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو يزني في حضنها، أم في المستشفى زاروها صارت مثل المجنونة، ولدها رايح بانكوك، ولدها شاب مع ربعة قالوا له عندنا حفلة، قال لهم لا أنا عندي صاحبتي راح تجيني الفندق. صاحبه يقول في الصبح رحت لأبي أزوره أبي أشوف شلون استانس مع صاحبته، خمر وزنا ما عندهم غير هذا. يقول رحت شفت الشرطة حول الفندق، شو اللي صاير؟ قال الفندق احترق. يقول حاولت أدخل ما خلوني. يقول لين شفت صاحبي مطلعينه جثة متفحمة، الجثة أرجعت إلى البلد، جثة من؟ جثته مع عشيقته، احترق الفندق بهما. يا الله كيف سيلقى ربه جل وعلا يوم القيامة؟ ما من ميت إلا يبعث على ما مات عليه. شو ختمة الدنيا؟ تلقى الله بها يوم القيامة. ابن المنكدر أحد العباد الصالحين، قبل موته جاء واحد يطمنه ويصبره ويهدي وما عليه والله غفور والله رحيم. تدرون شو قال له؟ قال يا صفوان ماذا تقول؟ والله لو ترى ما أرى لقرت عينك، لو تشوف اللي قاعد أشوفه يمكن شاف ملائكة بيض الوجوه، يمكن شم رائحة الجنة، يمكن شاف النعيم قبل ما يموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قبل الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، تبشرهم قبل الموت. ومن الناس من والعياذ بالله تضربه الملائكة ضربا قبل موته. أخي العزيز فكر في هذه اللحظات، أرجوك اجعل هذه الحلقة وهذه الساعة ساعة صراحة. سوف يكون لنا تقرير بعد الفاصل، بعد قليل راح تشوف تقرير، التقرير راح تشوف فيه مصيرك ومصيري، وين راح نكون، بيتك راح تشوفه بعد شوي، وين راح ندخل، في أي مكان. أبيك تتخيل صورتك وحالك بعد ما ندخل هذا القبر بعد 3 أيام. والله لو نقعد في صندوق ثواني ما نتحمل، شلون في حفرة ضيقة راح أصورها لك، اللي عمره ما شاف القبر راح يشوف. أنت فقط استشعر أن هذا بيتك، فقط استشعر أن هذا مصيرك. أبيك تعيش وتنسى الدنيا، تذكر ذنوبك، تذكر معاصيك، تذكر شنو سويت، تذكر يومك اليوم، تذكر اليوم كم صلاة صليتها بخشوع وفي وقتها وأديتها كما يريدها الله عز وجل. تذكر هل أنت الآن مستعد؟ ترى يمكن ما ندري، يمكن ينزل الآن ملك الموت وتبدأ كل هذه الحقيقة، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، سوف نذوق الموت وتأتي السكرة وتكون النهاية، فهل نحن مستعدون؟ كن معنا أخي الكريم، كوني معنا أختي الكريمة، سوف نتكلم بالتفصيل عما سيحصل ونرى بيوتنا الحقيقية ونعلم عن حياتنا، لكن بعد الفاصل.